في هذه الوحدة بإذن الله سوف نقوم بدراسة أو بدراسة لبعض موضوعات هذه الوحدة، طبعا لمادة الاجتماعيات للصف الثاني المتوسط، وهي بعنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحتوي هذه الوحدة على موضوعات عدة، أمامك هذه الموضوعات. الدرس الأول: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم دراستها والتطرق إليها سابقا. ثم بعد ذلك تناولنا المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعد ذلك تناولنا أهم الإنجازات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى دراسة التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو واضح أمامك على الشاشة. أهداف هذه الوحدة: التعرف على جغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنتاج عوامل ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيضا نناقش أو تم مناقشة عوامل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدير إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الهدف العام لدرس اليوم هو التعرف على أبرز التحديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. موضوع درس اليوم هو التحديات والمستقبل لمجلس التعاون. أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الدول وهي دول مجلس التعاون بالنمو الاقتصادي الكبير والتطور السريع. هذا التطور شمل مجالات عدة، منها المجال الاقتصادي والصحي والتعليمي والعمراني والزراعي والصناعي. هذا النمو الاقتصادي الكبير صاحب كثير من المشكلات. اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى أهم وأبرز هذه المشكلات والتحديات التي واجهت دول مجلس التعاون. التحديات والمشكلات التي واجهت دول مجلس التعاون: العمالة الوافدة أولى هذه المشكلات، البطالة، التلوث البيئي والتصحر. أمامك خريطة مفاهيم تبين أهم هذه التحديات وأبرز المشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون. العمالة الوافدة والبطالة سوف نتطرق إليها في هذه الحصة، وفي الحصة القادمة بإذن الله سوف نتناول التلوث البيئي والتصحر، ومن ثم تقويم الوحدة. أهداف درس اليوم: أن يعدد الطلاب أو تعدد الطالبة أهم المشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، أن توضح الطالبة الآثار السلبية المترتبة على تزايد استقدام العمالة الوافدة، أن تبين الطالبة أسباب ظهور البطالة بشكل ملحوظ في دول المجلس، أن تتعرف الطالبة على جهود دول المجلس للحد من البطالة. هذه صورة لعمالة وافدة في إحدى مدن دول مجلس التعاون. إذن ذكرنا التحديات والمشكلات التي تواجه دول مجلس التعاون. نتناول أول هذه المشكلات اللي مشكلة العمالة الوافدة. بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ خططها التنموية الشاملة. طبعا بطبيعة الحال هي بحاجة إلى أيدي عاملة، ونظرا لقلة الأيدي العاملة الوطنية اضطرت الدول
إلى أن تستقدم أعداد كبيرة من العمالة من مختلف أقطار العالم. إذن هنا سؤال مهم نستنتج معا أو نعلل اعتماد دول مجلس التعاون على العمالة الوافدة، أو بصيغة أخرى يعلل الطلبة الاعتماد على العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ما هو السبب؟ استنتجي أو عللي. طبعا لقلة الأيدي العاملة الوطنية في بعض الأعمال احتاجت الدول دول مجلس التعاون إلى استقدام عمالة وافدة لتنفيذ خططها التنموية، والسبب الأهم اللي هو قلة الأيدي العاملة الوطنية في بعض الأعمال. لذا قامت هذه الدول باستخدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من مختلف أقطار العالم، ولكن هذا التزايد من استخدام العمالة كان له أثرا سلبيا أو آثار سلبية في دول مجلس التعاون. نتعرف على أهم هذه الآثار السلبية. ما الآثار السلبية لتزايد استخدام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون؟ أولا تغيير التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون، ومن ذلك ارتفاع معدلات الذكور. لنسترجع معا التركيب السكانية اللي درسناها في الحصص السابقة أو في السنوات الماضية. ما أقسام التراكيب السكانية أو ما هي التركيبة السكانية؟ يقصد بها نوعين، تركيب نوعي وتركيب عمري. التركيب النوعي يقصد به طبعا ذكور وإناث، أما التركيب العمري وصغار السن وكبار السن والشباب. ما التغيير الذي حصل في تركيبة السكان في دول مجلس التعاون؟ سؤال، ما التركيب السكاني أو التغيير السكاني الذي حصل في دول مجلس التعاون نتيجة زيادة العمالة الوافدة؟ 1 ارتفاع معدلات الذكور، وأيضا ارتفاع نسبة الشباب، لأن أكثر طالبي العمل هم من فئة الشباب. الأثر السلبي الثاني تقلص فرص العمل أمام المواطنين. تقلص فرص العمل أمام المواطنين، برأيك ما هو السبب؟ ما هو السبب وماذا كانت النتيجة؟ تقلص فرص العمل أمام العاملين أو أمام المواطنين. طبعا السبب بسبب استمرار هيمنة العمالة الوافدة على الأعمال. ما هي أبرز ميزة لدى العمالة الوافدة؟ اللي هي قلة الأجور وتمكنهم من الأعمال الحرفية، إتقانهم للأعمال الحرفية. إذن ثاني أثر تقليص فرص العمل أمام المواطنين. 3 المبالغ المالية الكبيرة التي ترسل خارج دول مجلس التعاون. طبعا هذه مشكلة اقتصادية تعاني منها دول مجلس التعاون، والتي تؤثر على اقتصادها تأثيرا كبيرا، وهي خروج مبالغ مالية كبيرة ترسل إلى خارج هذه الدول. الأثر الرابع الضغط على الخدمات الأساسية وزيادة استهلاكها. ما هي الخدمات الأساسية؟ برأيك ما هي الخدمات الأساسية؟ من لديها معلومات عن الخدمات الأساسية اللي تقصد والتي كانت عليها ضغط وتعتبر من الآثار السلبية؟ الخدمات الأساسية وهي مثل الصحة، التعليم والمواصلات. كيف أصبحت هنا أصبح في هذه الخدمات طبعا ضغط، مثل زيادة عدد المراجعين في المستشفيات، هذا في مجال الصحة. في مجال التعليم زيادة عدد الطلاب في الفصول فوق الطاقة الاستيعابية لهذه الفصول. بالنسبة لخدمات مثلا المواصلات
الازدحام المروري وغيره. الأثر الخامس تكوين بيئة اجتماعية غير متجانسة، ويقصد بذلك بيئة اجتماعية غير متجانسة نظرا طبعا لأن هذه العمالة الوافدة قادمة من مختلف أقطار العالم باختلاف عاداتها وتقاليدها وقيمها وأديانها ولغاتها، فكونت لدي مجتمع أو بيئة اجتماعية غير متجانسة. الأثر السادس والأخير وجود بعض المشكلات الأمنية، وهذه ما تسببها عادة العمالة السائبة. طبعا الدولة دول مجلس التعاون وضعت القوانين الصارمة من هذه الناحية طبعا لحل المشكلات الأمنية، سواء كان للوافد للعمالة الوافدة أو لصاحب العمل. إذن هذه الآثار السلبية لتزايد استقدام العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون. نشاط رقم واحد، يفكر الطلبة في عدد من الحلول للمساعدة على الحد من وجود العمالة الوافدة في دول المجلس. لنقترح حلول. أول هذه الحلول التي اقترحناها الاعتماد على المواطنين في الأعمال بدلا من الوافدين، تدريبهم على الأعمال المهنية، توفير أو وضع بعض البرامج مثل البرامج التي اتبعتها في المملكة العربية السعودية مثل السعودة والتأنيث. هذا كمقترح. أيضا هناك مقترح آخر، زيادة رواتب المواطنين. المقترح الثالث أو الحل، التدريب الجيد للمواطن. هناك إجراءات اتخذتها دول مجلس التعاون لدراسات، ووضعت طبعا أجرت بعض الدراسات والبحوث، وعملت موازنة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة طبعا بالحد من الاستقدام، وضع شروط وضوابط أمام العمالة الوافدة، رفع نسبة استقدام المهنيين المؤهلين للاستفادة منهم، والعمل لتدريب المواطنين وتأهيلهم. وقد وضعت المملكة العربية السعودية كما ذكرنا بعض البرامج التي للحد من مشكلة العمالة، تزايد العمالة الوافدة مثل توطين التوظيف والسعودة والتأنيث. ننتقل، انتهينا من المشكلة الأولى وهي مشكلة العمالة الوافدة، ننتقل إلى المشكلة الثانية وهي البطالة. البطالة تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، لما ينشأ عنها طبعا من آثار اجتماعية سيئة. ما المقصود بالبطالة؟ أو عرف البطالة، وهي أن لا يجد المرء عملا وهو قادر عليه وراغب فيه عند مستوى الأجر السائد. إذن تعريف البطالة أو مفهوم البطالة هي أن لا يجد المرء عملا وهو قادر عليه وراغب فيه عند مستوى الأجر السائد. طبعا ذكرنا بأن ظهرت البطالة ظهورا ملحوظا في دول مجلس التعاون لأسباب عدة. ما هي أسباب ظهور البطالة في دول مجلس التعاون؟ ما هي أسباب ظهور البطالة في دول مجلس التعاون؟ نتعرف عليها اليوم بإذن الله. أولى هذه الأسباب انتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي. أول هذه الأسباب
انتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي جعلت الشباب غير قادر على إيجاد عمل يتناسب مع مستواه التعليمي أو من هؤلاء الشباب غير قادرين على إيجاد عمل كما ذكرنا. 2، رفض الشباب الانخراط في الأعمال المهنية. رفض الشباب الانخراط في الأعمال المهنية بحجة نظرة المجتمع حيال بعض المهن والأعمال الخدمية والحرفية مثل الحدادة والنجارة والسباكة. طبعا هذا الرفض سبب البطالة في دول مجلس التعاون. 3، من أسباب البطالة أن السياسات التعليمية أو السياسة التعليمية والتدريبية لم تواكب متطلبات سوق العمل المتجدد والمتغير. ما المقصود بهذه العبارة؟ أن السياسة التعليمية والتدريبية لم تواكب متطلبات سوق العمل المتجدد والمتغير، بمعنى أن مخرجات التعليم لا تواكب ولا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، أي أن الجامعات تخرج طلاب وطالبات في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. احنا نعرف أن سوق العمل متجدد ومتغير. ما الحل برأيك لهذه المشكلة أو هذا السبب؟ ما الحل؟ هو أن يكون هناك مخرجات للتعليم تتناسب مع متطلبات سوق العمل. 4، اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة لقلة أجورهم. اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة لقلة أجورهم. والسبب الأخير ضعف برامج التدريب. طبعا لا يخفى علينا أهمية التدريب، فلا بد من بناء وتطوير برامج تدريب لطالبي العمل وتهيئتهم لسوق العمل. إذن هذه هي أسباب البطالة: انتشار الأمية، تدني المستوى التعليمي، رفض الشباب الانخراط في الأعمال المهنية، السياسات التعليمية لا تواكب متطلبات سوق العمل، اتجاه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة لقلة أجورهم، ضعف برامج التدريب. ما هي الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون للحد من البطالة؟ سعت دول مجلس التعاون لمكافحة البطالة بعدد من البرامج. 1، توجيه القطاع الخاص إلى توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وخير مثال على ذلك ما قامت به المملكة العربية السعودية في توطين برنامج اسمه توطين التوظيف، بالإضافة إلى برامج السعودة والتأنيث. 2، إنشاء المعاهد والكليات التقنية للتدريب والتأهيل. طبعا هذه لها تخصصات، من أهم تخصصاتها مثل التصميم وإدارة المبيعات والكهرباء وغيرها. تطوير السياسات التعليمية للوفاء بمتطلبات سوق العمل، طبعا بمعنى أن تتناسب سياسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل في التخصصات وغيرها. 4، تشجيع الشباب على الانخراط في العمل المهني ووضع الحوافز المشجعة على ذلك. ومن أمثلة على ذلك ما قامت به المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج في إتاحة فرص عمل للطلاب الجامعيين الذين يبحثون عن وظائف مؤقتة بدوام جزئي. هذه من الأمثلة. إذن مرة أخرى، ما هي جهود دول مجلس التعاون للحد من البطالة؟ 1، توجيه القطاع الخاص إلى توظيف الأيدي العاملة الوطنية. 2، إنشاء المعاهد والكليات التقنية للتدريب والتأهيل. 3، تطوير السياسات التعليمية للوفاء بمتطلبات سوق العمل.
4 تشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال المهنية ووضع الحوافز المشجعة على ذلك. نشاط: يستنتج الطلبة العلاقة بين العمالة الوافدة والبطالة. هل هناك علاقة بين العمالة الوافدة والبطالة برأيك؟ نستنتج معا، نقول كثرة العمالة الوافدة سبب في البطالة، لأن العمالة الوافدة تعمل بأجر منخفض وتقبل بأي عمل مهما كان بسيطا، بينما المواطن يحتاج إلى تدريب ولا يرضى بالأجر القليل. إذن هذه هي العلاقة بين العمالة الوافدة والبطالة، واضح؟ إذن هذا هو الاستنتاج، أن هناك طبعا كثرة العمالة الوافدة سبب في البطالة، لأن العمالة تعمل بأجر منخفض وتقبل بأي عمل بسيط. التقويم الختامي: علل الاعتماد على العمالة الوافدة في دول التعاون، دول مجلس التعاون. ما أبرز الآثار السلبية للاعتماد على العمالة الوافدة؟ ما علاقة تفاقم مشكلة البطالة بفقدان تعاون بعض التجار؟ 4 ما ارتباط التقدم التقني بالبطالة في دول مجلس التعاون؟ أمامك أيضا شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الحصة القادمة بإذن الله سوف نقوم بحل هذه الأسئلة معا. إذن انتهى الدرس، نستكمل بإذن الله في الحصة القادمة ما تبقى من هذه التحديات. أشكركم لحسن استماعكم وإنصاتكم.